قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من الشرك، بأن يسمى الرجل عبد النبي أو عبد الحسين، أو تسمى المرأة عبدة الزهراء أو أمة الزهراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما. والآية المذكورة هي في حق آدم وحواء، صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير في تفسيره، وروي عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، وتفسير الصحابي في مثل هذا حجة. ونقل ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية أن الإجماع منعقد على تفسيرها بهذا، يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فلا يعرف بينهم سوى هذا القول. والذي وقع فيه أنهما جعل لله شريكا في تسمية ولدهما بعبد الحارث، دفعا لشر الشيطان، فهما لم يريداه علما على الولد، فضلا أن يريدا حقيقة التعبيد، فالذي وقع فيه هو من جنس المعصية للشرك، وإنما سمي شركا لتعلقه بالطاعة، وهذا معنى قول قتادة وغيره: شركاء في طاعته ولم يكونا شركاء في عبادته، فهم وقعا في إجابة الشيطان إلى داعيهما الذي دعاه إليه، فالواقع منهما معصية وذنب وليس هو بشرك، وهذا أصح الأقوال في الآية. وما عداه فقد نعته بعض المحققين كالعلامة سليمان بن عبد الله
في تفسير العزيز الحميد بأنه من التفاسير المحدثة أي المبتدعة التي لم تكن عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم والمعتمد المشهور عند التابعين. وإذا كان ممنوعا من هذا لأجل مجرد دفع الشر في عدم جعله اسما، فإن من عبد أحدا لغير الله مريدا كونه اسما له فقد وقع في شرك الألفاظ، وهو من الشرك الأصغر، فإذا أراد حقيقته فهو شرك أكبر. فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، فالأسماء المعبدة لغير الله يجري فيها حكمان، أحدهما الشرك الأصغر إذا قصد الاسم فقط دون حقيقته، الشرك الأصغر إذا قصد الاسم فقط دون حقيقته، والآخر الشرك الأكبر، والآخر الشرك الأكبر إذا قصدت حقيقة الاسم، الشرك الأكبر إذا قصدت حقيقة الاسم من تأليه مخلوق لمخلوق غيره. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره، فالإجماع منعقد على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله. وما ذكره رحمه الله من استثناء عبد المطلب في قوله حاشا عبد المطلب فإنه باعتبار أن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد، وإنما يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تسمى به من المسلمين لا يقصد التعبيد وإنما يقصد موافقة اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من قال بجوازه، فقال من قال بجوازه، والصحيح عدم الجواز أيضا، والصحيح عدم الجواز أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الآية لما تغشاها آدم حملت، الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا وإسناده ضعيف، ويروى بأسانيد أخرى عن ابن عباس يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، وهذا أصل نافع في المرويات في التفسير، فإن كثيرا منها يصح أصله دون تفاصيله، ثم يرقب المتكلم في التفاسير التفاصيل فيقع في الغلط في التفسير، فإذا ثبت الأصل أخذ به، وأما التفاصيل فإنها ربما أوقعت في الغلط في معنى الآية، كالواقع عند كثير من المفسرين في بيان معنى هذه الآية، فإن غلطهم نشأ من ملاحظة تفصيل الحكاية مما لا يصح، وأما أصلها فإنه ثابت، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة الآية، فإنه بيان لمعناها، فالقول في هذا الحديث كالقول في الآية التي تتعلق به، وهي الدليل الأول من أدلة الباب. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.